السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ها وشلون كانت المباراة؟ مباراة ممتازة جدا. وعساهم بسطيهكم. صدق يا جدي استغربت من تصوف الرجال هذا، يشجع المنتخب وينفعل ومتحمس جدا، كنا واحدة منه. أمر هذا الرجل غريب. وشلون؟ أولا لأن شكله عربي، ثانيا أنه يتحدث اللغة العربية، ثالثا إصراره على أنه يعرف كل شيء عن الأصالة والحضارة والتراث هنا. إلا على فكرة هو شو اسمه؟ بركاش جاربو. اسم أجنبي. إيه نعم، والعجيب أنه طلب مني أخذه للخرج. وليش الخرج يا ناصر؟ ما أدري. طيب متى تبي تروحون؟ لا أنا ما أعتقد أقدر أروح معه لأني ماني فاضي. بسيطة، أنا اللي أروح معه. وش تبي بالخرج يا بركاش؟ سمعت أنها منطقة جميلة وفيها مزارع جميلة. كل مناطق المملكة والحمد لله جميلة. إنني أبحث عن شخص هناك. ما أعرفه. اهلا حياكم الله. الله يحييك بزيك. الله يحييك. صب لي الاستاذ يا ولدي. تفضل. ما شاء الله عليك، بديت تعرف تهز الفنجان يا بركاش. لقد تعلمت. نعم يا أستاذ، أي خدمة؟ سلمك الله، الأخ بركاش هو اللي يبيكم. أهلا وسهلا يا أخ بركاش، أي خدمة؟ تفضل. هذا اسم الوالد هذا؟ هل لي أن أرى؟ الوالد رجل كبير في السن وشوفه قليل وسمعه ثقيل، إنما أنا مستعد أقوم بأي خدمة. أريد أن أقابله هو بالذات شخصيا. الحين أقول لك أرجوك إن لقاءه ينفعني ولا يضره. ينفعك؟ إذا كان الأمر كذا أهلا وسهلا، تفضل تفضل معي.
يحييك. الحين هذا الأستاذ هذا وش يصير؟ هذا سلمك الله تاجر خضروات ومسوق دولي. طيب حنا عندنا تجارة واستيراد وتصدير الخضار، بس أنا المعني بهذا. يمكن الرجال سلمك الله يبي يعقد صفقة ولا شيء ويبي يتفاهم مع الوالد. الوالد عاجز مثل ما قلت لك، والمفروض يتفق معي أنا. رح رح وانا أبوك لجدك، يمكن يبغى شيء، رح هناك رح. أبشر يبا. والعم وش يشتغل؟ أنا سلمك الله مدرس متقاعد. ومن وين تعرف الأستاذ هذا؟ يبا طال عمرك جدي يا بيك. على إذنك اسمح لي. سم سم طال عمرك سم. اي هالحين عرفت. لا تخليه يروح يا ولدي. لا ماني مخليه يروح. سم ان شاء الله ان شاء الله خير. ليش واقفين؟ حنا سلمك الله نبيك تسمح لنا، نبي نمشي. لا كلش ولا هذي، عشاكم عندنا الليلة وذبيحتكم مذبوحة. الله يجعلك على القوة، والله ورانا أشغال الواجد، والرجال بالذات وراه أشغال. الحقيقة إحنا ودنا أنك أنت قاعد عندنا وأهلا وسهلا، لكن إذا ما تقدر تقعد بسلامتك تقدر تروح وتخليه يقعد عندنا. ما أقدر أترك الحالة. ليش؟ الرجال جيت أنا وياه ولازم أرجع أنا وياه. بس الوالد حقيقة يبي في أمور مهمة. أمور مهمة؟ أعرفكم بالعنوان بالرياض. أنا أعرف العنوان، أعرف عنوان الأوتيل، وعندما أصل إلى الرياض سوف أتصل فيك. خير إن شاء الله، مدام هذه رغبته إذن أنا أسمحوا لي. أنا أستاذن، في أمان الله. الله هديك يا عم، شلون تجي وتترك الرجل؟ يا وليدي الرجال هو اللي طلب مني اني ارجع بدونه، وانا تركته بناء على رغبته. طيب يا عمي ما قدرت تفهم وش بينهم؟ لا والله. طيب الجماعه هذولا وش يشتغلون؟ هذولا تجار خضار وفواكه. ها شفت شفت يا ناصر، معنى كذا بيسوي صفقه معهم. لا 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 ما اعتقد. وشلون ما تعتقد؟ انا قلت لك اعرف الرجال من 3 سنين، صادق في تعامله، وبعدين اسمه نظيف في كل الاسواق العالميه. أكيد شاف إمكانياتنا متواضعة، فكر في غيرنا. لا ما أظن يسويها. أكيد في أمر مهم، ولا شي اللي يخليهم يشوفونه أول مرة ويمسكون فيه. يا وليدي لا تستعجلون الأمور، انتظروا لين يرجع الرجال وبعدين تعرفون الحقيقة. اهلا حي الله ابو صالح. يا هلا يا حيه يا هلا وسهلا يا هلا الله يحييك يا هلا مرحبا. هلا هلا تفضل. الله يحييك يا هلا يا هلا يا هلا والله وسهلا ابو صالح. الله يحييك الله يبارك فيك. هذه والله الساعه المباركه. الله يبارك فيك يا مرحبتين والله. حسبي الله حسبي الله عليك. الحين من كل الملاعب عندنا تلعبون هنيا. والله ما عندك نادي مرتاح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي
الله يهديهم. هالبدران يا ابو سعد ما يبطلون شطرتهم. الحين يا ابو صالح اللي يسمعك يقول ما شاء الله يوم انت بعمرهم ما كنت شيطان الا كنت اشتم منهم يوم انت صغر. بس ما كنا كذا يا ابو سعد، الله يطول عمرك ويحييه. اقول اسكت الله يعظم اجرك، لا تخلينا اطلع فضايحك عندهم. ليش يعني ما كنت تلعبون كوره؟ لا ما كنا نلعب كوره. يعني ما كان عندكم كوره؟ لا كان عندنا طابه. وش الطابه؟ الطابه مصنوعه من الخرق، وكوركم هذه اللي بغت تشق بطني مصنوعه من الجلد والمطاط. طيب كيف كنت تلعبون بالخرق؟ عندكم ملاعب مثل الحين؟ منين الملاعب الله يصلحك. وش كنت تلعبون؟ كنا نلعب العاب كثيره، نلعب كعابه ونلعب البعه ونلعب الدنانه ونلعب مخطوط. الله المستعان. والعاب ثانيه فيه وانا ابوك الطره وفيها عظيم لاح وفيها الغمايه، فيها العاب واجد. وش الاسماء العجيبه ذي؟ كعابه؟ وش الكعابه ذي؟ إيه أنا أقول لك وش الكعابة. الكعابة هي عظام المفصل في رجل الخروف، وبنجد يسمونها كعابة، وبالحجاز يسمونها كبوش. شفت شفت شلون بفوز عليك؟ أكيد بتفوز لأنك صاب كعابتك رصاصة صارت ثقيلة وطلعت كعبتين من الخطة. طيب لما يجي دورك العب بصولك وطلع من الطزق اللي تقدر عليه. بنشوف. يلا. وهناك وانا ابوك موسم اللعبة العجاوي. جاوي؟ وش هي العجاوي؟ العجاوي سلمك الله جمع عجية، والعجية عبارة عن لعبة. لعبة هذه تصنع من الخشب وتجي مخروطية هرمية علوها أمتن من التحتية وصغيرة، وتجي مبرومة من تحت ولها مسمار يلفون عليها وانا ابوك حبل، هم من يلعبون بها كذا يحلتونها ويسحبون الحبل تقعد تدور. احد يسميها مداوين، واحد يسميها دوامة، واحد يسميها شعور، لها عدة اسماء في مختلف مناطق المملكة. وهذه هي وانا ابوك هي لعبة الصغار. أخي ما يصير تنفخ أربع نفخات يا أخي، يا أنفخ نفخة واحدة ولا نفختين، بدل لا تدف الشاعر بالحفرة. أنا ما بيها تلتق من الحفرة. لا ما يصلح، بعد التلعيس وانسى الشعور يحق لك تلقفه بعد الثبت. أنا أبيك حفا مثل ما أبي وأحطها على راحة يدي. بصراحة أنت ما يلعب معك. طيب أنت غلبتني بالشعور، أنا أقدر أغلبك من مخطوط. ما تقدر، أنا بغلبكم أنتوا الاثنين. وهذه وش تسوي؟ يلا. نشوف. أنا أقول ليش تحدانا بالمخطوط؟ علشان ما يقطع مفلطحة مضروبة. تراك دست على خط النار. لا دست في المرينة. خلك مكانك خلاص الرجلة. دست على خط النار. لا 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 خذ راتك الناس ما جرك ضربنا اول بيت وثاني بيت
وهذا ابو ثالث. حنا الى هالحين نلعب مخطوط. بس وانا ابوك في العاب واجد ما تلعبونها، لكن انتم عندكم شيء يعوضكم عن الالعاب هذه. عندكم ما شاء الله النوادي، عندكم الملاعب، عندكم الحدائق. انتم جيلكم مختلف عن جيلنا. وش نختلف فيه يا عمي؟ انتم جيلكم مشاكس. مشاكس؟ كيف؟ ما فهمت. جيلكم وانا عمك مشاكس ومشارك. انتم ما شاء الله عليكم الحين قمتوا تعرفون في كل شيء. اكيد يا ابو صالح، يبي يعرفون بكل شيء، لان كل شيء متوفر لهم اليوم، ما كان متوفر لنا امس. حنا ما كان عندنا لا تلفون ولا راديو ولا تلفزيون ولا كمبيوتر ولا كهرب ولا غيره. هذه بحد ذاتها وسائل تعليمية. بس يا ابو سعد الله يطول عمرك، هذا عبث معه شيطنة. يا رجال عساك سالم، يوم انت بسنانهم يمكن شياطينك مغطيتن عليهم. كلنا بنا حقنا يا رجال. على طاري ميرا الشياطين، تذكرت قصة واحد كان مشهور بشياطينه وبعفاريته، وكان رجل شجاع وكان مشهور بخوض الحروب. يسلمك يا وليدي، الله يسلمك. هات يدك يا بابا، استريح استريح. امير يا الله. اسمع، وزعوا الحلال اللي خذيناه على الربعة بالتساويها. ابشر. ما شاء الله عليك يبه، ما شاء الله عليك، لولا الله ثمنت ولا كنا رحنا بعجاج الخيل. الحمد لله يا ذيب، الحمد لله يا ولدي. إيه؟ والله لا استحق. لا حول. والله لا استحق. وشو ذا؟ وشو ذا؟ إيه جد يا ولد؟ ما أنت شايف جدك مصوب؟ أبي أطقه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ولد، أنت مشاكس. أعوذ بالله منكم ومن شيطانتك. أنت عفريت. ما أنت شايف أخوك شلون قاعد هادي وراكد؟ ها؟ ها؟ على هونك يا ذيب. لا تضربه. جيب تعال يا مجدك، اقعد. وش اسمك؟ انا اسمي عبد الهادي. على اسمك. وانت وش اسمك؟ على اسمك. يا ولد جدك يسألك. هو صادق يا ذيب، صادق يا ولدي. اسمه على اسمي ذيب. خذوا من ذا الحكمة والعقل، وخذوا من ذا الشجاعة. حنا نفرح لذاك الصغير ونفرح بعد العفرته، لأن هو اللي يهجم قدامكم يوم الزحف، ما ينحاش ولا يهادن. سمي ابو صالح. سم الله عدوك، الله يجزاك خير. وصار هالعفريت هذا هو اشجع رجال قبيلته، والعفره هذه والشيطنه هذه تدل على الحيويه والنشاط، بس المفروض ان نعرف كيف نوجهها. اشرب الحليب، اشرب اشرب، خلوه يقوي عظامك. هاللي غاديات نسنهم بسكوت. عظامي انا ولا عظامك انت يا ابو هولك؟ انت ابو عبد الرحمن. ابو هولك غير الموضوع. ماني مغيره، أبى أتكلم. ليش أنت وأبو عبد الرحمن تفضحوني قدام العيال؟ أنا بعد بخلي العيال يضحكون عليكم. وش معنى بهولك يا عمي؟ هذه سالفتها طويلة. من أول كنا نتحرى الفرصة علشان نطب في البركة. اسكتوا يا شباب اسكتوا، الليل يروح ابو حمود بيته ونروح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا أبو بخيت. يا أبو حمود رحل بيتك. وش تبي أنت يا مهبول؟ نبي نسبح. تسبح؟ روح يا مهلك. يلا وراك تطرد المرعات يا أخوي. قطعوا كل شيء، قطع السرح، قطع الأرشية. وانت ما كنت تسوي كذا يا أخوي؟ أنا ماني خايف على شيء، أنا خايف عليهم من الخطر. يا ابن الحلال يا ابن الحلال، أنت متمسؤول عن الخطر اللي يجيهم. روح جاي بس اقعد. لا حول يا عيال، تعالوا اسبحوا، تعالوا اسبحوا. نبي نسبح، نبي نسبح. بسم الله. وين ايدك؟ هذه هي. ايه بسم الله. على محلك، على محلك. امين اسبح. انا اقدر اطمر من الدامغه، وانا اقدر اطمر من الزرنود. عزيز عزيز الماء هلا. انا اقدر اطمر من التافه. اتحداك تطمر منها. شوف المجنون. الماء 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 هلا. عبد العزيز، عبد الله، اقلط اقلط اقلط. سالمين سالمين. اربط حصانك، اربط حصانك. انا قلت له هذا تجيبه معك. وصى صدرك يا عبد العزيز. اي راسي راسي راسي. ضربه ما هي بهينه، ضربه من راس مهبول. يا والله الراس. وليك وش تبي انت يا راسك؟ ايش تبي؟ يا راسي يا وليك. الحمد لله، احنا يوم من نطفر المسمح ما نقول الموهولك. اشرب اشرب الحليب، بس شمت من العيال انت. يا ابن الحلال خلهم يستانسون. شفتوا يا عيال ان عظم المهبول اقوى من عظم ابو سعد وابو عبد الرحمن بعد. ايه كان المهبول الظاهر يشرب حليب اكثر مما نشرب حنا. ليش الحليب يقوي العظم؟ ايه كيف؟ الحليب يقوي العظم لان الحليب فيه كالسيوم، والكالسيوم مفيد للعظام. ما دام السالفه كذا ابو راح اجيب حليب. وهالحين يا عيالي أصبح الحمد لله عندنا أشكال وألوان وماركات مختلفة من اللبن ومن الحليب. وبقرت انت أضحك، وبقرت انت دلل. احمد والله واشكروه على هالنعمة اللي انتم عايشين فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا. يا ربي لك الحمد والشكر. يا عيال من أول البقرة ما تلقى إلا عند الأغنياء والموسرين. والحمد لله الدولة ما قصرت، قدمت جميع الدعم المصانع الألبان والحليب. واليوم البقرة في زمانكم صار لها قيمة ولقت من الأهمية والعناية ما لم تجده جدتها بالماضي. ليش؟ كيف كنتوا تعاملون جدتها في الماضي؟ إيه كانت جدتها بالماضي إيش قالت زين؟ أبي أنخز البقرة. جد البقرة جد جد. أسكت أسكت، ليش معك من قبلان؟ طيب وقف هناك. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ حياك الله. من قبلان؟ سم ترى عليك باقي شوي ويخلص. ابشر الحين اروح للبيت واجيب لك كبد. لا يا ولدي لا تكلف على نفسك، انا بجي لك البيت. كيفك؟ حياك الله.
يا وليدي، جيب البرسيم للملعوف. زين يما. من أول يقولون البقرة تجر رشاك وتدهن عشاك، أنتم تعرفون أن البقر يستخدم بحرث الأرض وتسميدها، وناخذ من لبنها وحليبها الزبدة والقشطة والإقط، هذا طبعا إذا كانت رضيانة، وبعض الأحيان تصير منانة. ومتى تصير منانة؟ تصير منانة إذا صارت زعلانة أو مريضة أو صايبها عين، وساعتها لا يمكن أحد يقدر يحلبها، وإذا قرب عليها أحد تسقله برجلها. ولكن إذا حط قدامها البرسيم تصير ماهن أحسن منها. طيب إذا صارت منانة وش تسوون؟ إذا صارت منانة بسم الله تبارك الله، اللهم اشفها يا رب العالمين. بسم الله. لا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص وانا ابوك ودي البقرة اللي قالوها الجماعة في بركة إن شاء الله. السلام عليكم يا قبلان. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول وش في قبلان ضايق صدره وزعلان؟ زعلان على البقرة أم العوف. ماتت؟ لا ما ماتت، بس قل حليبها بدون سبب وتسقل حالبها. تسقل حالبها؟ هذه جايتها عين. جايتها عين ما يحتاج. قريتوا لها على حزمة علف؟ تو الجماعة قارين لها على حزمة علف. أدواء المرة عندي. يسقونها السم ولا يسقونها أدواك؟ أي ده 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 ده. أسكت بس أنت أسكت. يا لك فك القفار. هالمرة أدواها مختلف. وش أدواها؟ الوقافة. زين نشوف. يا قبلان يا اخوي جنبك وش تبي؟ عطني صوف وعطني شعر. وشو له طلبك هذا؟ انت وش دخلك؟ جبها وبتشوف. طيب علمني وش بتسوي؟ ايه ابعلمك. نجيب طال عمرك الصوف ويا الشعر ونعبطن عبطن عبطن مع التمر عشان تصير وقافتن زينه. ابشر بطلبك ابشر. يا
لعبت عليك يا معوف. اسمع يا قبلان. اي كل ما جيتوا تحلبونا اي حط الوقافه ذي قدامها وتقوم تدر عليكم من هالحليب. اقول الله يعافيك. خليني اشوف. هل اي اي الساعة المباركة اي كوزي بالعافية اي اي اي. الرجال ذا ذكي. اكيد انه ذكي، وانتم هالحين شفتوا ذكى معاون جمعة يوم انه صنع الوقافة. هالحين بشوف ذكاك انت وعبد الله. ابسألكم سؤال. تفضل يا جدي. وشهم أربعة يبسون وأربعة يمشون ووراهم صبي مجنون؟ البقرة. صحيح البقرة، لكن وش دراك إنها البقرة؟ شيء طبيعي، لأننا كنا نتكلم عن البقر، أكيد جدي راح يعطينا حزور عنها. طيب وشهم الأربعة اللي يمشون؟ إيدينها ورجلينها. والأربعة اللي يبكون؟ ها؟ ما أدري. وأنت الأربعة اللي يبكون منهم؟ ما أدري. إيه الأربعة اللي يبكون هن حلمات الثدي، وذيلها هو الصبي المجنون. وش رأيك لو سألته والسبب زيارته للخرج؟ أنا برأيي أنك ما تسأله، لأن هذا إنسان حساس مرة. بس أنا في رأيي لازم أسأله، لأن إحنا لازم نعرف سبب زيارة الخرج. أفرض أن اتفق مع ناس غيرنا أو سوى معهم تجارة، إحنا نخسر كل إيجاراتنا والسيارات، يعني نتورط بالفعل، وتبقى مشكلة لو سواها. بس تدري عاد، أنا أعرف شلون أتصرف. السلام ورحمة الله. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. تفضل. الحمد لله. يبدو أنك انبسطت كثيرا في الخارج. كثيرا جدا. وأهلهم أصدقاء قديمين؟ هم أكثر من ذلك. ما شاء الله ما شاء الله. وما هو مجال عملهم؟ إنهم يعملون في التجارة، في تجارة الخضار والزراعة. يعني مثل عملنا. نعم. يا دكتور ناصر، يبدو أن هناك من ينافسنا في نفس العمل. التنافس يدفع إلى التطور. طيب هل هناك نية بعقد صفقة بينك وبينهم؟ لا، فالأمر أكبر من صفقة. أكثر من صفقة؟ يعني شركاء؟ فعلا. وعملنا نحن؟ علاقتي بهم لا تتعلق في الأمل. كيف تكون شركاء بدون عمل؟ ستعرف بعدين، لاحقا ستعرف لاحقا. الآن أين الجدول الاقتصادية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وتقدم الخدمات البيطرية بأنواعها مجانا لكافة المزارعين. سم. ما شاء الله، دندرمة. وش الدندرمة يا جدي؟ الدندرمة يا حمد هي الايس كريم هذا، وأنصحكم يا عيالي أنكم ما تكثروا من الأيس كريم في الشتاء. خلاص عاد، خلونا نتابع البرنامج. ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا وشلون البقر يشبع، شوفوا كيف ما شاء الله سخروا له جوش أطباء أخصائيين، بينما بالماضي كانوا يضحكون على البقر، كانوا يحطون له وقافة علشان يبتعدون عن المصروف والنفقة العالية المكلفة. أحمد الله يا بني، فما ترونه وما تعيشونه الآن يدفعني إلى أن أعيد عليكم طلب حمد الله على ما أنتم فيه من نعمة. وما كنا نعيش في الماضي صور رآها أبوك وجدك، وبسبب تخلفها حصدت الآلاف من الأرواح. وما سخر لك من عناية جعل من صحتك الهدف الأروع. فأحمد الله الذي جعل عقلك السليم في جسم سليم.